لما الأطفال بتخش المدارس بيعلموهم إنهم يبقوا فقراء، مش بيعلموهم إنهم يبقوا أغنياء. أنت عايش في حياة رأسمالية، الفلوس هي كل حاجة، ومع ذلك مش بيعلموك إزاي تبقى غني، إزاي يكون عندك حرية مالية، مش بيعلموك إزاي تبقى منتج، بيعلموك إزاي تبقى مستهلك، مش بيعلموك المعنى الحقيقي للفلوس، مش بيعلموك مين بيعمل الفلوس، مين بيتحكم في التضخم، مش بيعلموك ازاي السياسة بتتلعب، بيعلموك ازاي تبص لغيرك وانك ما تعرفش تنظم نفسك، وحطولك الجواز كأنه بقى اصعب حاجة في حياتك رغم ان هو المفروض واحد من اساسيات حياتك، فشغلوك بانك تتجوز وتحقق حياتك وانك تبقى عندك شريكة عن انك تشارك في الحياة الاجتماعية، عن انك تتحكم، عن انك تنتج، عن انك تبقى قائد. الاجندة اللي حطوها في دماغك بتاعت انا لازم اتجوز ويبقى لي وظيفة وعيش موظف وعيش استنى المعاش وان فتك الميري اتمرغ في ترابه، ده ما عادش ينفع. الاجندة اللي عاش بيها ابوك وامك من 50 سنة ما عادتش تنفع النهاردة، فبيعلموك تبقى مستهلك، ما تعرفش تنتج. كل ده عشان النظام عايز تابعين مش قادة، النظام عايز خرفان يسوقهم يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال، مش عايزين حد يحاسبهم ولا حد يبقى في المكانة اللي هم وصلوا لها، عشان يفضلوا هم القادة وانت التابع. المجتمع في المدرسة وفي البيت عايزين يخلقوا منك مستهلك، مش عايزين يخلقوا منك منتج تفضل تستنى مرتبك آخر كل شهر. مش انت اللي تدي الناس مرتباتهم. اوعى تفتكر انك ممكن تبقى غني بالتحويش او شراء شهادات الاستثمار. الدنيا اتغيرت.